تتجه البلاد نحو رقمنة الإدارة وفق نظرة استراتيجية جديدة تسعى الحكومة لتطبيقها على أرض الواقع عبر تفعيل الدفع والتصديق الإلكتروني والوصول إلى إدارة بدون ورق من أجل الحد من البيروقراطية. ماريا العجال. 450 مليون يورو مخصصة مالية للورق في الجزائر، رقم أثقل كاهل الخزينة العمومية مما يجعل الرقمنة حتمية، غير أن هذه الخطوة لا تزال حابسة القرارات. الأوراق الأساسية عندك لا سيرتيفيكاسيون الإمضاء الإلكتروني، هذه أهم واحدة من العراقيل، والعراقيل الثانية أنه الربط بين الإدارات، زوج حاجات أساسية، والربط بين الإدارات كذلك يحتاج إلى التصديق الإلكتروني والإمضاء الإلكتروني. اللجوء إلى الدفع الإلكتروني وتفعيل التصديق الرقمي من أجل الوصول إلى إدارة الصفر ورقة عبر التفعيل الفعلي لرقمنة الإدارات المحلية، إجراءات من شأنها تقليل مشاكل البيروقراطية في البلاد. واش راي عندنا سرعة التدفق في الإنترنت تكفي باش نقدروا نديروا إدارة رقمية، ماشي مشكل هذا، خاطر بزاف اللي يقولوا مشكل في الإنترنت، لا، اليوم الإنترنت كافية باش نديروا إدارة رقمية. الحاجة الثانية في البنية التحتية لازم يكون عندك الإمضاء الإلكتروني، لأنه إدارة رقمية ما معناتها؟ معناتها ما كاش أوراق، معناتها ما كاش ختم. تهيئة البنية التحتية الإدارية للجزائر وتطويرها لتصبح متاحة للمواطنين ركيزة أساسية للمرور بالجزائر نحو حكومة ومواطن رقميين.